السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام, السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مباركة للجميع وبدون استثناء بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم إذا نطل عليكم اليوم في هذا الصباح من أجل أن نتقاسم معكم بعض الملاحظات وما يخالج يخالجنا داخليا إذا فضلا وليس أمرا تكثروا من إعجاب اللايكات ضغطوا على الجرس حتى يصلكم كل جديد اذا اليوم نقتسم معكم خلال هذا الصباح من ال... يعني من داخل السكن ديالنا لان شويه جي لا سيغي يعني البارح حيدت هادي هادي ومع العشيه يعني راني ضربني البرد كيما تنقول ما عرفنا واش انا اللي ضربت البرد ولا هو اللي ضربني المهم خوكم راه راه محوز قرا <applause> <applause> راه عيان شويه اذا انا تكبطنا حيدنا ذاك كلينا أو المشكلة اللي عندي انا يا انني من تنمرض ما نأخذ لا دواء لا والو تنبقى جالس يا اما نفيز نزيد حالاتي يا اما نصح داك خدامين صوبة هذا اللي جاب الله درك غادي نبقى جالس تا غادي غادي يعني تتحسن دوره. اذا اخواني واخواتي تنشكر اولا جميع الاخوان المنتسبين الجدد والقدامى كل من يتواصل معنا سواء عبر التعليقات سواء عبر الهاتف الى اخره نشكرهم جزيل الشكر ونحييهم ونقدرهم تقديرا تاما لا رجعة فيه يبقاو <applause> فيها بعض الزلالة بعض الزلالة <applause> استسمح من الإخوان والأخوات لأن في بعض الأحيان مني كنا بعض الخطرة تنفعل مع بعض بعض خلوا اليوم الجمعة فكانت هناك بعض العبارات استفزازية عبر التعليقات إلى آخره وكنا تكونوا مضطرين باش نتعاملوا مع مع النوع. خص خص من على ونشو ونشو ال... دوك النوع بحال خصنا عارفين اللي مثلا السيستيم ديالهم خصك تعطي على شي دور اذا باش ما نخرجوش على السياق ونمشوا للوهبي ونمشوا لدوك اللي اللي, اللي تيجيبوهم تيجيبوها الناطيحه ومعها في السابوع <applause> ان داكشي ماشي وليد اللحظه <applause> عفوا، <applause> نشير واحد الإشارة هنا، في ألفين وستاعش سطاعش، البلوكاج، ما دارش <hesitation> لبغيتي واحد القراءة ابروفوندي، ما دارش يعني البنكيران، قبل ما يدير البلوكاج البنكيران، بنكيران البن وشابات انخرطوا. باش يديروا البلوكاج ل آه للاستاذ الياس العماري هذاك هو اللي دار ليه البلوكاج اختار ما سمش تماك مشتو ملي كان شباط هو وبن كيران يعني من 2012 حتى 2015 ولا 16 وهما باركين على هذيك المسرحيه اعطي لي نعطيك تلشتم تقول هادو اعداء وفي اخر المطاف يتشبث بن كيران ويتشبث يعني أخنوش بيدرس بيدريس الشكر اذا شكون اللي لعبة اللعبه وهو أخنوش لان انا ضرب الياس العمري اللي كان المنافس ديالو لان انهم مع انهم وكان عنده كفاءه في أستاذ إلياس العماري. وكان لولا أن تصدى له لأن بن كيران حلق قدم خدمة آنذاك إلى أخ بطريقة غير مباشرة أو مباشرة ما يهمش. هو أو ولا في حين كان إلياس العماري هو اللي كان غادي يحتل يعني الرتبة الأولى. فمن الدار البلوكاج استغل تدار البلوكاج تخلص من الياس العمري من بعد لي جاء خنوش ودار البلوكاج لسيبن كيران وتشبت بسي شقر وقال لي انا في 2021 راه في المحطه ديال 2020 راه غتلقوني كاين وفعلا كاين وخرج هذاك السي بن كيران تيقول لي اش شكون الشوافه اللي قالتها لي هذاك الشيء علاش بن كيران باقي الان فيه هداك انه هو بطريقه غير مباشره قدم ليه خدمه وتخلص من اياس العماري وفي اخر المطاف تخلص منه حتى هو باش تقتل باش تموت يا مالك الموت اذا هذا الشيء اللي تنشوفوه حنا ديال الوهبي الان الى اخره ماشي غريب را تشوفوهم كلهم اللي تيكونوا جايين من شي اوساط اللي دايره تكون يعني الطابع تيغلب التطبع تغلب التطبع يلا نسدو عليه هذا ما بغيناش ندخلو في لي ديتاي ف نرجعو المسائل ديالنا والاخوان اللي باقي الان تتسائلوا على الروتاب ديالهم اللي باقا يعني مجمدة خصوصا الرتب الرتب الستة وما فوق وأيضا تسقيف ديال واحد واحد ألفين وواحد وعشرين الرتب كان من المفروض كما قلت انها خاصها تكون هي الاول تسوى المهم الان للدار الدار زيد ثاني واحد الفين وخمسمية واربعين اللي كانت خاصة السوارة كانت في المالية شوية ولا تراجع الموارد البشرية فيها بعض الملاحظات خاصهم يعني صحوها ومن بعد يرجعوها للمالية. إذا هذا الشيء كله. ما غادر رجعوش للوراء. ما غادر نرجعوش لنفس الأشياء اللي قلناها وبأن بن موسى أصلاً كان يعني صرح بانه كل شيء غادي يتخلص خلال هذا الجنبير. الان اصحاب الروتيب التسقيب واحد 2021 باقيين تنتظروا انت في الوقت اللي الناس تورطات في ديكريدي تورطوا في شيكات حاطينهم كاين الناس اللي مراد كاين بزاف ديال الامور كان الانسان مجهزين لان تيثيقوا في الكلمه ديال السيد رئيس الحكومه تيثيقوا في تصريح ديال السي شاكي بن موسى اللي تنعرفه رجل دولي ورجل معقول فالامور كانت تخلطت وفقد الثقه ديالو وما بقاش تيوفى بالكلمه ديالو الى اخره في حين ان اي شيء بغيتي تبنيه لا بد تكون عندك الثقه اذا من هنا نتوجه الى السيد شاكي بن موسى والى النقابات التي ستجتمع لا محاله خلال في غضون هذا الاسبوعين من اجل استئناف هذاك اللي تسمو الحوار التوصل الى حلول الى اخره هذيك تنعاود نهضروا عليها في العشيه باللي ديتاي كيفاش غيكون هذاك الشيء لا <applause> هذاك الشيء غيكون بالتدرج وما كاينش كل شيء كل شيء او لا لا شيء ديك ما لا لو دي دينار لا لو دو توتوريان ما كايناش ديك المساله لا نوقع خص مسائل تكون منطقيه كما فعلا وداكشي غادي يمشي بالتدرج سواء بغاو سواء ما بغاوش هذاك اللي غادي يكون بالتدرج وحسب الاولويه وحسب حسب الترتيب والاولويه لان منذ الاول وفي يوم الجمعه يوم الجمعه ديال 7 يناير وعشرين ملي كان الوزير بن موسى استدعى النقابات في واحد اللقاء تحضيري وطلقاه مع رئيس مع الكاتب العام كان يترأس هذاك الاجتماع التحضيري بن القاس بن القاسمي الكاتب العام السابق وايضا مدير الموارد البشريه سي زروني ومن معه وكانوا النقابات وداروا يعني اللقاء التحضيري حضروا داك الشيء باش يوجدوه في اللقاء ديال 18 يناير اللي بن موسى ورئيس الحكومه وغيزوا الاتفاق المرحلي تم طافقوا قادوا الامور واتفقوا بان النظام الاساسي غيكون جاهز نهايه السنه وغيبدا التنزيل ديالو من, من يناير قول من يناير 2023 هذا الشيء كانوا متفقين عليه و كل شيء اكدوا حتى في الندوه الصحفيه الاخيره راه هذا الشيء اللي تنقولوه اكدوا يعني السيد بن موسى اذا الان راه نقابات كل مركزيات نقابيه ونقابات راه جالسين يعني لقاءات تواصليه تجهزوا الامور ديالهم الاسبوع اللي فات راهم جهزوا يعني المذكره الموحده النهائيه اذا غيجتمعوا ولكل ما نسبقوش الاحداث كل حادثين حديث كما تيقولوا هذه من من هذه الناحيه الان كما شفنا بان قبل انعقاد اي لقاء او نقاش او اجتماع او يسمو كما بغاو هما شغلهم ذاك فالنقابات الان لابد ان تسترجع الثقه ديال الشغيله خصوصا المنتظرين للترقيات اللي متعطلة منذ 2020 ثلاثة سنين هادي وما غنقولوش هادشي اللي دار وهاد التجاوزات اللي دارت فيها الى اخره سواء في شهر 12 هادو اللي تخلصوا كيفاش تخلصوا سواء لا ليست اللي تعطات في شهر شو تنبير وتخلصوا الناس الى اخره سواء بزاف ديال الامور ما غندخلوش في هاد الحيتيات اذا على النقابات وعلى السيد بن موسى باش يقوموا بكل ما بجهدهم باش هاد المنتظرين اللي باقيين ما تخلصوا وعشرين تخلصوا هاد هاد الشهر وكاينين دي سبيسيال يقادو لهم شغلهم وصيفطوا لهم فلوسهم في اقرب الاجل لان هذه دي ديون وقبل ما تبدا الاتفاق وتوقع اي اتفاق نهائي او تبدا في اي جولات ديال الحوار الى اخره فلا بد اولا ان تلتزم الوزاره في الشخص بن موسى والحكومه في الشخص اخنوش باش يخلصوا الديون اللي عليهم باش يخلصوا الناس في فلوس اللي تيتسالوا اللي هما سنه هذه وهما كل شهر يقول لهم غتخلصوا غتخلصوا تخلصوا دركا وصلت عام من الانتظار والناس غرقوا في ديون كاين اللي دافع شوي شيكات كاين اللي عنده الاهل ديالو مراد كاين اللي هو مريض الى اخره فمن الجانب الانساني وباش لكانت هناك يعني النية صافية بأن الجميع ينشدوا التغيير والإصلاح خصوصا الأمور الآن بعد الشوائب بدات تتزول وبدينا تنشوفوا لو تيران باش يتبنى واحد النظام أساسي متين مبني على الصح مبني على المعقول مبني على دعامات يعني قوية متينة دي سيبور تري بويسون إذا تخلصوا الناس خلال هذا الشهر مسألة لا تناقش ما بقاش بنادم عنده فين يزيد ديال الانتظار ولو دقيقة عفوا لا تتصلوا بنا الإخوان والأخوات وتنقدروهم في النفسية نفسية يرتى لها عفوا آه برد تاني إذا نكتفي بهذا القدر في ذاك وغادي نرجعو تاني من بعد غادي نطرقوا للدكاتره كاينين ديزاستوس في الملف ديال الأستاذ الباحث مع الدكاتره بس ربما مينتابوش ليه لسا بالتفصيل ديالو <hesitation> آه الفوج تلاته ربعه شي وحدين تي. تي بغيتوني غنوضح غنوضح ضحايا الزنزانه هذا ضحايا الماده 112 اللي تقعدوا من الفين تلاته ألفين و هادو مساله لا تناقش لان من الدار السلم التاسع في طور الانقراض ما تطبق فيه الكوطه الدليل على ذلك في 2019 من الدار السلم التاسع في طور الانقراض ضحايا الزنزانة التاسعة اللي سموهم ضحايا الزنزانة التاسعة وما راه ما ضحايا ما تنمي هاد ستة سبعة راه متين من وتيدخل ليا راه ما تنبقاش نكونترولي راسي اللي ردوهم ضحايا الزنزانة التاسعة وما عندهم ست سنين حيدونا احنا داروا بحال الشيء ديال ديال المحامات داروا بحال ديال المحامات واحد مقيد تيحيدو وتيجي ويديروا في بلاصتو واحد اخر تيقول لك ضحايا الزنزانه التاسعه وحيدوا ضحايا الزنزانه التاسعه حنا اللي متقاعدين 700 سنه اللي شيوخ اللي متوظفين في الثمانينات وجابوا واحدين اخرين يلاه متوظف في تخرج في 2012 و 2013 وقال لك ضحايا الزنزانه التاسعه يلا عنده ست سنين ما عنده حتى شرط النظام بقى سنين بقى اللي عليه باقي يلا آلاف وستمية. اش قالوا في هذه؟ قال لك وضع السلم التاسع في طور الانقراض واعطوهم تسع سنين اعطوهم سنين واي سنه تفوق عشر سنوات تحتسب من اجل الترقي الى العاشر وبحال ما دايزين بحال تاخروا في الترقيه ديالهم ب 14 ولا 15 سنه وحنا اللي مراقي اللي كنا يعني متاخرين في الترقيه ديالنا من تام لتاسع دزنا ب 14 سنه <applause> قالوا لينا هالباي باي الحبيب يا الحبيب من جاو داروا هذا السلم التاسع عطاو القيراد دار ليك دور الانقراض اذا دوزوهم بدون كوطه بدون حصيص بدون اخضاعهم للحصيص حنا من داروا السلم التاسع عطاو القيراد في 2003 وتقيدنا بالماء وتقيدنا احنا كاع اصلا بالماده مية 112 الترقيه استثناء في حدود اربع سنوات والسلم التاسع دار في طوان داروا فينا الكوطة نتقاعدوا بالتاسع ثلاثة سنين حنا تقيدوا مناصب المالية ديالنا تحدث ويدوها لينا هادو اللي دازوا ال11 دازوا الان اللي تيقول لك اوريشيل هادو راه عندهم ستة سنين ما مستوفي حتى الشرط النظامي يلا مخرجين بالتاسع ومخرجين بالتاسع 2012 2013 وقال لك اسيدي راه غنديروا السلم التاسع تاع القيراد. وما خصهمش خدعوا الكوطه خصهم يدوزوا ديريكت اوتوماتيكيا بدون كوطه ودوزهم بدون كوطه حنا ترقيه استثنائيه ومقيدين ثلاثة سنين قبل ما نتحدون الاسلاك وتاخرنا في الترقيه ديالنا و وتسعين كان خصنا ندوزوا للتاسع والهم لك حل 2001 خصنا ندوزوا للعاشر الى اخره ورغم ذلك ترقيه استثنائيه وداروا فينا الكوطه وتقاعدنا وداروا فينا الكوطه و4600 اللي عندهم 6 سنين 2012 2013 جاو عطاوهم سنوات اعتباريه ودوزوهم قال لك بدون كوطه علاش لان سلم التاسع دار في تطور القراض ودوزوهم في حساب تقريبا في دفعتين قاد شي حاجه ربما راه دخلوها حتى هي في 2021 2020 2019 2020 يحيدو شوف هذا العم لك حال هذا تنهضر لهم في 93 94 مع الفوجين 93 94 وعطاهم المادة 115 مكررة تسعة مرات واللي عنده التاسع اللي كان باقي كاينين كاينين اللي في 2019 باقي مزاول وفي التاسع ما استافدش من سنة اعتبارية علاش؟ قال لي حنت يا مخرج بالسلم الثامن تعين بالسلم الثامن من الجامعة الناس اللي متعينين بالسلم الثامن قالوا لي لا تستافج. ما تستافدش ما تستافدش مع هادو خاص يكون عندك السلم من العاشر مني ما مشى مع الزنزانة التاسعة قالوا لي لا ما تستافج. لأنك متعين بالثامن وحنا غادي نعطو سنة وتعتبار غير متخرجين بالتاسع في 2012 2013 اللي عنده بس ست سنين انت عندك 35 سنة سير شوف الشيوخ بحالك من مشى عند الشيو توا هو متعين بالثامن وعنده وثلاثين سنه ديال العمل وثمانيات سنين سعود سنين و ثمانية شهور خاصو أربعة شهور وتقيد عادي بعشرة سنين قالوا لي لا انت ماشي من ضحايا النظامي انت يلا عندك التاسع خاص يكون عندك العاشر باش نحسبوك بانك ضحايا النظامي واللي ضحايا النظامين اللي فالصيف في مدينه ثلاثه المرات اربعه خمسه سته ولهم راقيين كاين اللي جاتو 42 مليار مليون مليار راه بالنسبه لي راه مليار كاين اللي جاتو 26 32 والدواء هباء من الطار داو ديالنا حقنا اذا هادشي تاع العشيه ونهضروا عليه <applause> باقي فينا الكحاء الى اخره اذا ما تنساوش غنهضروا على الدكاتره ثاني ننبههم شي حاجه راه ما غادي نتابعوش ليها غادي ننبههم ليها صحاب الماستر كذلك كيفاش غيزفزفوهم تا هما وضع عايط ضع عايق اصلاح المقياسي ومشاو مشاو تل اصلاح صناديق الطاقة. يلا نشوفكم فيديو اخر خلال هذا المساء ان شاء الله ما تنسوش على نطاق واسع حتى تعمل فائده كثر من جيم اعجاب لايكات وضغطوا على الجرس <applause> حتى يصلكم كل جديد وان شاء الله قريبا ستتجتمعوا النقابات مع بن موسى الامور الان راه بدات قال لك لا عطاك العاطي لا تحرط لا تواطي تجبال تطاطي والدوام لله اذا الشوائب خاصة تزول لو بغيت مني. وهذا الشيء وزارة التربية الوطنية في بزاف ديال للقطاعات القطاعات الاخرى ولكن لا ما نحن، ان التجاوزات والتي تحدث خصوصا في الموارد البشريه مديريه شؤون القانونيه وفض النزاعات التي تختلق النزاعات بتاويلاتها الخاطئه وتضيع الحقوق جاء الوقت ان يعني تمنح الحقوق لأصحابها وكل من كانوا ضحايا للأنظمة السابقة الجائرة للسياسات الفاسدة للمراسيم الجائرة يجب تصحيح هذه التجاوزات وهذه الأخطاء وترقية كل من كان ضحية من ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 هم الأوائل اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 وكل من تقاعد بالسلم التاسع من 2003 إلى 2019 وبه وجب الإعلام والسلام أبيتسيوم